مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. أعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس روخ أنه بسبب الإصابات الجديدة المنخفضة وبداية من السبت المقدس 16 من أبريل سيسقط مطلب الكمامة في محلات التجزئة العادية مثل الألبسة، ويبقى في السوبر ماركت والصيدليات وفي وسائل النقل العام والمستشفيات ودور رعاية المسنين. بالإضافة إلى ذلك سيتم تمديد صلاحية الجواز الأخضر لمدة عام كامل 365 يوما بعد تلقي الجرعة الثالثة، حيث كان سابقا 270 يوما، وتسري القوانين الجديدة حتى 8 من يوليو. وقال روخ بأن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للراحة، موضحا أن الكمامة لا تزال في بعض المناطق، لكن يجب قبول هذا الإزعاج البسيط لأننا نحمي الآخرين وأنفسنا. قال المستشار النمساوي كان نيهما أن قطع الغاز الروسي في الوقت الحالي غير ممكن، وأن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في العقوبات التي تضر روسيا أكثر من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن النمسا ليست وحدها التي تتبنى موقفا ضد حظر الغاز الروسي. كما صرح نهما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه خلال الاجتماع معه أن امتداد الغاز من روسيا مضمونة وفقا للعقود ويمكن مواصلة الدفع باليورو. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد وافق الأسبوع الماضي على التخلص التدريجي من واردات الفحم الروسي كجزء من حزمة جديدة من العقوبات. قال ميخائيل تاكاكاس منسق شؤون اللاجئين الأوكرانيين في الحكومة النمساوية أن البلاد تعمل على تأمين أماكن إقامة استعداداً لاستقبال 200 ألف لاجئ أوكراني، مشيراً إلى أنه تم استقبال 58 ألف لاجئ حتى الآن، 80% منهم من النساء. وأضاف أن عدداً قليلاً من اللاجئين أعادوا جوازات سفر النازحين بعدما قرروا العودة إلى مناطق آمنة نسبياً في أوكرانيا. ونوه بأن المدارس النمساوية وافقت على استقبال أكثر من 5000 طفل أوكراني، كما يجري التعاون مع وزارة العمل لدمجهم في سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم منح الأولوية في الوظائف الجديدة للأوكرانيين. أعدت لجنة التحقيق المستقلة المكونة من 3 محامين من النمسا وسويسرا والتشيك والمكلفة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريراً يرجح ارتكاب القوات الروسية جرائم ضد الإنسانية بعد غزوها أوكرانيا من قتل وخطف مدنيين من بينهم صحفيون ومسؤولون. ومن جانبها فقط نفت روسيا تلك المزاعم، مشيرة إلى أن بعض الأدلة مزيفة ومختلفة وأن محاولات تحريف الموقف بهذه الطريقة غير مقبولة. وستقدم البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا للمحققين التدريب والنصح الاستراتيجي لمحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية ودول الاتحاد الأوروبي في تحقيقهم. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على الساعة 5:30 مساء خاصة في رمضان بقراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء. تستطيع مع إنفوجراد الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهريا. من خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوجراد شريك النجاح.